المعالج النفسي او المحفز النفسي وفق المفهوم التقليدي هذا لا يوجد في المنتخب. الرجل اللي جايبينه عنده خبره في الدوري الانجليزي، عنده خبره في الدوري الاوروبي. شغلته الاساسيه هي رفع انتاجيه اللاعب. يعني احيانا اللاعب وقال ذاك اليوم سعود الحمالي، لا سعود حماد، سعود كريري، معنا سعود كريري قال احيانا انا لياقتي مكتمله ولكني انزل الملعب ما اؤدي. اذا في هالحاله انتاجيه سعود الكريري وهو نموذج لكافه اللاعبين انتاجيته تدنت. هذا الرجل دوره انه يرفع انتاجيه هذا اللاعب سواء بسيكولوجي باي شيء، بيجلس معه، لازم انتاجيته ترتفع، لازم عطائه في الملعب بدل ما هو 40% يعطيني او 50% ارفعها الى 70% الى 80%. هذه مساله مهمه، مساله علميه واداريه ما ناخذها بالمفهوم التقليدي للمصحح النفسي او المعالج النفسي. هذه مساله مهمه. بس من تركيا، بس من تركيا دقيقه، بس دقيقه تسمح نرجع للاهلي. الاهلي قاعد على اربع اجزاء، انا بقول دقيقه بس، دقيقه واحده بس، انا نقطه على رجله النفسيه، شغل نفسي. احنا في المنتخب مش في الاهلي، لا قاعد 30 سنه، لا بس احنا ياسر، احنا في النادي الاهلي بس مش في الاهلي. لا اكلمك نقطه 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 بس نقطه. الاهلي قاعد 30 سنه ما جاب دوري، تمام؟ يمكن مروا على اعتى اللاعبين، لاعبين كويسين ومثلوا منتخب افضل مثلوا في الاهلي، تمام؟ طيب جاب زي ما قال لك الاستاذ عادل، جاب اخصائي نفسي، جاب اخصائي نفسي في مباراه مهمه ومحدده، اوكي، وتجاوز الرهبه. يعني حتى قبله في مباراه الاتحاد في كاس الملك 2011 لما رجع اول كاس الملك بعد فتره جاب شو اسمه دكتور، هو اخصائي. يعني الاهلي ما حقق الدوري 30 سنه الا بس لما جاب اخصائي نفسي. لا هي شغله، اي شغله، لا حاجه، لا مكمل، احنا قاعدين نتكلم، احنا نقول مكمله، مكمله نفسي مهم، لكن ليست اساس. هذا ابو لما كذا المذيع، ابو لما يديك الكلمه، ابو لما بين هالرؤى العلميه والفكر الجميل والكلام استاذ عاد والكلام استاذ، يا جماعه يعني نتكلم بمنطق حتى يعني المتابع برضه يطلع بزبده الحديث، انه لا اول شيء اللاعب المحترف السعودي مو بمستوى اللاعب المحترف الاوروبي، لا زلنا يعني لا نكابر طبعا. بالفعل علميا المفترض نسوي، المفروض نكون جاهزين بدنيا، لكن لا زلنا نجمع على ان العامل النفسي له دور كبير. هذا اللي نقول عليه، خلاص يعني ما نكابر. بالفعل المفترض زي ما قال استاذ تركي علميا نكون جاهزين، والامور هذه حيلك ما لها دور، لكن احنا نعيد ونكرر على عقليه اللاعب السعودي الاحترافي. اي نعم، عقليه اللاعب السعودي الاحترافي حاليا المفترض انه نكون واقعيين في اعدادنا للاعب. بكره منتخب المانيا زي ما قال تركي واثنى عليه الجميع انه تزول الرهبه. صحيح. انا العب ضد المانيا، العب ضد روسيا، لكن اللاعب المحترف يعي دوره. انا عندي مثال، وطولت معلش، عندي مثال مباراتنا 2007 السعوديه واليابان دور الاربعه. طيب. سعود كريري احنا مثلنا فيه كثير، هو نفس اللي كان جالس هنا يقصها للزملاء اللي كانوا موجودين الاعلاميين في اندونيسيا ذاك الوقت. يقول كنا في الملعب ومباراه المنتخب اصلا رايح والتشاؤم يسبقه من السعوديه، يعني ما حد كان متفائل فيه اللي كان مدربنا فيها انقص. وقدموا مستويات كاساسيا انهم يلعبون دور الاربع مع اليابان والنسبه العظمى لليابان على السعوديه. قال احنا استشعرنا يعني نظرتهم الدونيه لنا، كانوا معسكرين جايين طياره واحده ودخلوا في اللوبي وكانوا ينظرون المنتخب السعودي نظره دونيه وانهم فايزين او انهم استعلاء شوي. استعلاء. احنا كلنا نذكر مباراه 3-2 كانت مباراه قتاليه، لا تقنعني انها امور فنيه. استشعروا اللاعبين الامور هذه وعرفوا انه الخصم اللي قدامه لازم بطريقه باخرى، حطوا ايدينهم بيدين بعض وسووها. كثير من المباريات خسرناها لاننا احنا مبتعدين كلاعبين، وكنا نسمع اول المشاكل بالمعسكرات تصير مع اللاعبين. صح. وهذه تؤثر على ارض الملعب. طيب. تقول لي لا تقنعك يا رجل لو تبي تطلع مشوار نفسيتك اذا ما بزين الصدام. لا كنا في مباراه كوريا الشماليه. نتكلم الان على شيء انا اشوفه اساسي. ارجوكم لحظه، ارجوكم لحظه. اليوم كلنا نعرف الفوارق الكبيره بين كره القدم السعوديه والالمانيه. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. طيب هل انت تتفق مع حديث الزملاء بان هذه المباراه هي